النهاردة هنكمل جزء المحاضرة التانية. احنا خدنا المرة اللي فاتت كنا نتكلم عن ماهية المستشفى في وقتنا الحاضر، وخدنا مجموعة من الحاجات وتوقفنا عند ايه هي العوامل المحددة لكفاءة الأداء في المنظمات الصحية الخاصة. تعالوا ناخد مع بعض نكمل المحاضرة. عندي ايه هي العوامل المحددة لكفاءة الأداء في المنظمات الصحية؟ من العوامل دي رقم واحد، ازاي ان انا اختار موقع مناسب عشان اقيم فيه منظمة صحية ويكون المكان مناسب بالنسبة لها، ازاي هيتم تصميم المستشفى او المركز الطبي بطريقة مناسبة، ازاي هيتم تأسيس المستشفى بالاجهزة الطبية طبقا للمواصفات، احدد تحديد واضح ودقيق لاهداف المستشفى بتاعتي، اصمم هيكل تنظيمي كويس او مناسب بحيث ان تبقى عدد المستويات الادارية والعلاقات التنظيمية واضحة وصريحة بين كل مستوى ومستوى اخر. ازاي هختار موارد بشرية مناسبة لكل التخصصات الموجودة عندي في المستشفى؟ ازاي هبقى لازم يبقى موجود عندي نظام فعال للاجور والمكافآت والحوافز للعاملين، سياسة واضحة، عندي سياسة واضحة ومعلنة لجميع العاملين في المستشفى والجمهور. لازم يبقى المنظمة الصحية تعمل في مجال الصحة عشان تحافظ على صحة الأفراد والمجتمع وهدف أخلاقي واجتماعي وإنساني. المنظمات الصحية دايما مطالب منها إنها تبقى أكثر تطورا وتنمية ذاتية. عندي معوقات الأداء في المنظمات الصحية، عندي من المعوقات منها عندي نوعين من المعوقات. عندي معوقات خارجية تشمل القيود اللي بتفرضها الحكومة والسياسات العامة للمجتمع، زي القيود التشريعية، زي الضرائب، زي اختيار الموقع، زي نظم العلاج. عندي تاني نوع من أو معوقة بالنسبة لي نظم وسياسة استيراد أو تصدير الأجهزة والمعدات الطبية. عندي قيود تنافسية بين المنظمات الصحية المماثلة، عندي قيود بيكون المرضى والجمهور متردد على المستشفى، زي عدم اتباع النظام أو الإجراءات التي تفرضها المستشفى على المرضى والزوار. النوع التاني من المعوقات معوقات داخلية، زي التركيز في إدارة المستشفى على الجوانب الفنية المتصلة بالعلاج والطب وإهمال الجوانب الإدارية، مش عارفة تدير صح. ازاي بتركز المستشفى على ايدي الاطباء بدون ان تتوفر لديهم المهاره او الاداريه في الاداره او التنظيم او اتخاذ قرار؟ ما بتستعينش المستشفى رقم 3 بالخبرات المطلوبه في النواحي سواء ماليه او اداريه خوفا من ارتفاع تكاليف. مفيش امكانيات بشريه متخصصه، ضعف في الموارد الماليه المتاحه لدى المستشفى الخاصه، عدم كفاءه نظم الاجور والمرتبات والحوافز مما يعرض المستشفى لعدم الاستقرار الوظيفي. ممكن ده بيؤدي الى ان الكفاءات لما كل ما شويه الكفاءات تيجي للمستشفى هتضطر انها تمشي لان الاجر بتاعها ضعيف او المرتب ضعيف. دلوقتي هنستعرض الفصل اللي بعده، فصل اداره الجوده الشامله في المستشفيات. الجودة الشاملة بتعرف على أنها الصلاحية للاستخدام، وهي تشمل الخلو من العيوب والنواقص وتحقيق احتياجات العميل. المفهوم ده بيدل على التخلص من العيوب وأن يكون المنتج، أو هنا عندي بالنسبة لي في إدارة المستشفيات، خدمة بتلبي احتياجات العميل أو توقعاته، وهي انسجام أو توافق الخدمة مع متطلبات العملاء أو الزبائن. المنتج في مجال الخدمات الصحية غير ملموس. عندي هنا جودة الرعاية الطبية في المستشفيات، لازم تشمل على 6 عناصر رئيسية، وهي رقم 1 المساواة، يعني حصول جميع المرضى على نصيب عادل وقسط متساوي من الرعاية الطبية وفقا لاحتياجاتهم. رقم 2 الفاعلية، أن تحقق الفائدة المرجوة من العناية الطبية سواء على مستوى المريض أو مستوى المستشفى أو على مستوى المجتمع ككل. رقم 3 عندي وهي الملائمة، وهي ملائمة الغرض الذي تقدم من أجله المستشفى من حيث أسلوبه أو إجراءاته أو مكان التقديم الخدمة أو قدرة أو احتياجات المريض. الرقم 4 سهولة الحصول عليها، خدمة العناية الصحية ما ينفعش تبقى مقيدة بحدود زمنية أو مكانية معينة، بمعنى تقدم لمن يحتاج إليها وقت الحاجة إليها وفي أي مكان يمكن أن تقدم فيه مع توافر الإمكانيات اللازمة لتقديمها. رقم 5 القبول، تعني أن الرعاية الصحية أو الرعاية الطبية المقدمة في المستشفى يجب أن تحظى بقبول المرضى وذويهم ومقدمي الخدمة أنفسهم من أطباء ومرضى وفنيين وأفراد المجتمع بشكل عام.
رقم اللي بعدها 6 الكفاءة، تعني التوازن في تخصص الموارد المتاحة بين الخدمة المقدمة والمرضى المستفيدين منها دون أن تطغي خدمة أو مريض على الآخرين. مفهوم الجودة الشاملة عندي بقى إيه؟ وضع مواصفات محددة لجودة جميع الأنشطة الصحية المباشرة وغير المباشرة في المنظمات الصحية، فيجب أن تكون هناك مواصفات ومعايير قياسية لتقييم أداء مختلف هذه الأنشطة والأنشطة المتنوعة، ويتم تحديد مواصفاتها ومعاييرها، وهي تحدد مواصفات وخصائص ومعايير أداء مختلف الموارد البشرية في مجال الصحة، تحديد مواصفات وخصائص عمليات الشراء والتخزين وخصائص الموردين، تحديد مواصفات وخصائص أداء العمليات العلاجية والجراحية والكشف والفحص والتحاليل والأشعة. رقم 3 دال مواصفات نظم خدمات التغذية والنظافة، مواصفات نظم الصيانة والإصلاح، مواصفات للعمل الإداري، تحديد أوقات معيارية لأداء مختلف العمليات والأنشطة الطبية والإدارية في المنظمات الصحية. يمكن قياس جودة الخدمة الطبية والصحية من خلال دراسة توقعات العملاء من المرضى والجمهور المترددين، وضع مواصفات محددة ومعلنة ومدروسة على كل مستوى من المستويات الإدارية للمنظمة الصحية، تقييم الأداء الفعلي بالتعرف على مدى مقابلة الخدمة لتطلعات وتوقعات المرضى وجمهور المستشفى. عند النقطة اللي بعدها هي أساسيات إدارة الجودة الشاملة. إدارة الجودة الشاملة فلسفة ومنهجا إداريا يستند على 3 مبادئ، وهي مبدأ الأدوات والأساليب، مبدأ بنية تحتية، مبدأ تطبيقات. تعالوا نبص مع بعض. رقم 1 عندي في أول بعد من أبعاد إدارة الجودة الشاملة أو الأسس بتاعتي، 1 أن المستفيد هو الحكم المبدئي والنهائي على مستوى الجودة، وأن رضا المرضى هو مقياس نجاح المؤسسة الصحية. رقم 2 المساهمة الجماعية وفرق العمل، بتركز هذا البعد على ولاء التنظيم للأفراد والشعور بأن جميع العاملين في المنظمة مسؤولون عن الجودة فيها. رقم 3 التحسينات المستمرة، وتعني ضرورة وجود خطة للتحسينات المستمرة ومحاولة تقليل الأخطاء والعيوب وتحسين مؤشرات الإنتاجية. طب تعالوا نبص على البنية التحتية بقى، تشمل إيه؟ هتشمل البنية التحتية، القيادة، التخطيط، إدارة البيانات، إدارة العمليات، إدارة الموارد البشرية، الثقافة التنظيمية الموجودة بالمستشفى. اللي بعدها النقطة اللي بعدها اللي هي الأدوات والأساليب بتاعتي. الأدوات والأساليب بتاعتي من أهمهم زي العصف الذهني، استخدام العصف الذهني، خرائط ضبط الجودة، أسلوب السبب والأثر، استخدام دوائر الجودة، فرق تحسين الجودة وفرق العمل.